السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله. الطائر كيو 718 التقويم. إذن على بركة الله، هذه الصفحة طبيعة الحال، إذن هو النص. هذا الطائر الذي يحمل اسم كيو هو قمر صناعي على شكل طائر، انطلق في نهاية 2007 إلى الفضاء الخارجي، حاملا رسائل من سكان الأرض الآن إلى سكانها في المستقبل البعيد، رغبة في تواصل الأجيال. وبعد أن يكمل آلاف السنين من الدوران حول الأرض في الفضاء، سيهبط هبوطا متزنا على شكل كرة مستديرة، وينفتح عارضا رسائل البشر من عصرنا على البشر في المستقبل، وستكون هذه الرسائل مسجلة على أقراص مضغوطة من زجاج خاص يقاوم التلف. لكن ماذا لو لم يعرف البشر في المستقبل قراءة اللغات التي يتكلم بها البشر الآن؟ هذا احتمال. مهم هاد الجملة ما عطيناش لكم تشكلوها كلها، ولكن لا طوال لكم هذا هو الشكل، حيت انا نشكل لكم اللي دايرين هما. اذا هادي نقولوا ماذا لو لم يعرف البشر في المستقبل قراءة اللغات التي يتكلم بها البشر الآن؟ هذا احتمال قائم. لهذا عمل العلماء على إخراج خرائط توضيحية ترشد إلى طريقة تشغيل أجهزة تقرأ أسطوانات ليزر مع رموز تحمل إشارات اللغة، ومن ثم يمكن أن ينجح أحفادنا في الاطلاع على محتويات الأسطوانات التي تحتوي ملايين الرسائل. إن القمر الصناعي كيو، والذي سمته منظمة اليونسكو ذاكرة البشرية، فسيح الصدر، بحيث يتسع قلبه اتساع الفضاء لستة مليارات من الرسائل من كل إنسان يعيش على وجه الأرض. نعم، إذا أحدد خريطة كلمة استمرت. إذا استمرت غد نشوفه مع ضدها ومرادفها ونوع الكلمة بطبيعة الحال وتركيبها في جملة. نعم، إذا نوع الكلمة فعل، استمرت فعل، مرادفها واظبت وتابعت. استمرت في الكلام، تابعت الكلام، واظبت على دروسها، استمرت في مراجعة دروسها. ضدها انقطعت وتوقفت. تركيبها في جملة: استمرت فاطمة في مراجعة دروسها خلال العطلة. بحال اللي كديروا نتوما دابا كاع ما كتراجعوا في العطلة. نعم، استخرج افكار النص الاساسي. عندنا ثلاث فقرات غنشوفو. غنديرو الاولى: الطائر كيو قمر صناعي يحمل رسائل من سكان الارض الى الاجيال القادمه. اذا يحمل رسائل من سكان الارض الى الاجيال القادمه. الفقره الثانيه: بعد مرور آلاف السنين سيعود إلى الأرض ليعرض الرسائل المسجلة على أقراص مقاومة للتلف. ثالثا، أهم فكرة: تمت برمجة كيو حتى يستطيع البشر في المستقبل قراءة الرسائل، وذاكرته كبيرة جدا تسع 6 مليارات من الرسائل. نعم، قال لنا واحد: استخرج قيمة النص المحورية. قيمة واحدة هي العلم، قيمة العلم والابتكار. هذا يعني قيمة العلم والابتكار، حتى قيمة التواصل إلى بغيتو ضيفوها. إذن نمر نزيدو. إذن ثانيا: الظواهر اللغوية، الصرف والتحويل. أستخرج من الفقرتين الثانية والثالثة أسماء الفاعل. إذن مشينا الفقرة الثانية والثالثة، لقينا متزنا مستديرة، ياك من فعل متزن، اتزن يتزن متزن، استدار يستدير مستدير، مؤنث مستديرة، عارض من فعل عرض على وزن فاعل. ثم عندنا
قائم، قام يقوم قائم. بالنسبة للمستقبل هذيك مستقبل اسم مفعول، صافي، مسجلة اسم مفعول، مضغوطة اسم مفعول اللي عندنا تما في الفقرة الثانية، صافي. كاين شي حوايج تمايا اسم مفعول. إذا مش باقي لينا كاين هذيك منظمة، منظمة اسم مفعول. إذا هادو هما اللي كاينين، نمشيو. إذا أحدد اسم الاسم المثنى في الجملتين الآتيتين وأعربه. إذا عندنا هذه الجملة فيها كتابين، اشتريت كتابين، اشتريت ماذا ماذا ماذا، اشتريت كتابين. إذا هاد كتابين، هاد كتابين مفعول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كتابين مفعول به منصوب، شنو علامة النصب ديالو؟ هاد الياء لأنه مثنى. رأينا أن المثنى ينصب ويجر بالياء. عشان جدا صفق على راسك. إذا يتردد على الشجرة عصفوران. ها عصفوران مثنى، عربوه هي الأولى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. اش من واو؟ علامة رفعه الألف، عفوا، إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم، عندنا اسم مثنى آخر جميلاني، ها هو احنا حددنا نعربه. إذا ناء التابع لمنعوته تابع للعصفوران في رفعه، شنو علامة الرفع ديالو؟ تا هو الألف لأنه مثنى. إذا نقلوا هذه الأجوبة. نعم، أعرب الجملتين الآتيتين، يحتاج الوطن إلى مخلصين في البحث. نبداو بهذه. إذا يحتاج فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الوطن فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إلى حرف جر. مخلصين، أو ما دابا بغاوكم هذيك مخلصين حيت فيها، حيت جمع مذكر ياك، بغاك تنتبه لها. إذا المخلصين اسم مجرور بإلى، ياك، وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر، جمع مذكر سالم، صافي. إذا في حرف جر. البحثي اسم مجرور ببا، بفي مجرور بفي، وعلامة جره شنو؟ الكسرة الظاهرة على آخره. العلمي نعت تابع لمنعوته في جره، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. راح دقيقة تكتبوا هادشي باش نمشيو للآخرين. نعم، إذا أعطيت هدية للمجتهدتين. أعطيت فعل ماض مبني على السكون. أعطي هنا السكون، أعطيت مبني على السكون. لماذا؟ هو خصو يتبنى على الفتح، ولكن هنا مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء مالها؟ تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. مزيان مزيان. إذا هدية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مزيان، تا هي مزيان، صفق على راسك. نعم، اللام حرف جر، هذيك لي المجتهدتين. المجتهدتين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه مثنى. مزيانة تا هي؟ مزيان. واكتب كتفرج سربي. نعم، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا. يلا امشيوا. أتم كل اسم من الأسماء بألف لينة مناسبة. قالوا لنا مس أسماء، باش تبقاش أسماء ماشي أفعال. هادو إذا هذا عصا، عصواني، ديرو ألف ممدودة، مبنى، مبنياني، ألف مقصورة، زوايا لأن ما عندوش، عنده الياء خصنا وما نزيدوش ألف مقصورة نديرو ليه. نعم، هذا حصى، حصواني.
حصى، حصى من الحصى، ماشي حصوان، حصيان عفوا، حصياني، لأن الحصى، الحصى الحجر الصغير. نعم. صافي مزيان، اش بقى لينا؟ بقى لنا نشكلو، نمشيو نشكلو. واخا قال لنا اشكل ما ياتي من النص، هذيك النص عندنا بعد ان يكمل، يكمل منصوب باش، منصوب بان، هذا هو النصب اللي قريته ياك، عقلت عليهم، مشاو نسيتهم، مشاو مع الشا. واخا هذيك الصناعي عندنا في، عندنا في جملة ما قبل الاخيره في النص، راهي مضغوطه، ان القمر الصناعي، لأنه نعت تابع للمعوز هو القمر. سي إن القمر الصناعية نعت تابع للقمر. الجملة عطاونا غير هذيك غنشكلوها، اللي عطاونا ديك الطويلة راني قريتها قبيلة في النص. إذا بغيتي تشكل ديك الطويلة اللي في النص بكحل مضغوطة، سير سمعني اش كنت كنقول لها. إذا لم يعرف البشر اللغة، لم يعرف البشر اللغة، حيت كون بغاونا نشكلو ديك اللي في النص كون دارولنا النقاط ومشيو حنا النص. صافي تفاهمنا ما تفاهمناش؟ علاش؟ مزيان، وعلا مزيان، يلا كمل. لم يعرف البشر، هنا هادي لم يعرف خاص يكون سكون، ولكن ما يتلاقى الا هذا السكون مع هذا، حيت كنقولو لم يعرف، لم يعرف، لم يعرف، الا قلنا السكون هنا غيولي عندنا السكون مع هذا، فهمت؟ اذا التقى ساكنان حذف ما سبق، حنا حذفنا ما سبق. نمشيو نمشيو. إذا التعبير الكتابي، أكتب هذا النص بأسلوبي الخاص مستعينا بأفكاره الأساسية المستخرجة. إذا الطائر كيو قمر صناعي يحمل رسائل من سكان الأرض إلى الأجيال القادمة، وقد تم إطلاقه منذ 2007 إلى الفضاء الخارجي، ياك، وبعد مرور آلاف السنين سيعود إلى الأرض ليعرض الرسائل المسجلة على أقراص مقاومة للتلف. وتمت برمجة الطائر كيو حتى يستطيع البشر في المستقبل قراءة الرسائل، وذاكرته كبيرة جدا تسع 6 مليارات من الرسائل، وقد سمته منظمة اليونسكو ذاكرة البشرية. هما قلنا مستعينا بالأفكار الأساسية المستخرجة، حنا شدينا لكم الأفكار اللي عطيتكم في الأول وزدنا عليهم واحد الأدوات ديال الربط أو خدمناهم. صافي بلا ما بقاش تخرج في عويناتك، سربي يلا. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا صلوا على النبي، صلوا تصلي على النبي. يلا دي بدا الحسنات، حتى لما جاوبتي صحيح بدات تربح 10 حسنات على كل حسنة. يلا إلا صليتي على الرسول صلى الله عليه وسلم تاوك يصلي عليك بها 10، وهذا حديث صحيح. قلتي صلى الله عليك، عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كيرد لك. صافي يلا بارك عليك، يلا سير صلوا على رسول الله.